إن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تنقسم إلى ثلاثة أشياء: سيرته القولية، فما ورد عنه صلى الله عليه وسلم من أقوال عظيمة، أحاديث نبوية شريفة كريمة أمرنا بدراستها وكان لنا الأجر في مدارستها، ينال بها الإنسان رضا رب العزة والجلال ويتمكن بها من السير على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. فمثلا فيما ورد من السنة القولية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني. فهذا حديث قولي يبين سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وطريقته، فنسير عليه ونقتدي به صلى الله عليه وسلم في ذلك. والنوع الثاني السنة الفعلية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمرنا بالسير على فعله والاقتداء به، فإن الفعل يدخل في عموم قوله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. والأفعال الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم على أنواع: النوع الأول الخصائص التي اختص بها النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا خاص به لا يشرع لنا أن نقتدي به فيه. من أمثلة ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يواصل في الصوم، كان يواصل في الصوم اليومين والثلاثة، وينهى أصحابه عن المواصلة في الصوم، فقالوا له صلى الله عليه وسلم: إنك تواصل. فقال صلى الله عليه وسلم: إني لست كهيئتكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. ومن أمثلة ذلك أنه صلى الله عليه وسلم أذن له ربه في أن يتزوج بالتسع لحكم يعلمها سبحانه، من كون نسائه ينقلون سنته، ومن كونه يريد تأليف العرب وجمع كلمتهم، إلى غير ذلك من الحكم التي أرادها صلى الله عليه وسلم وأمره الله بها. فهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك لما جاءه غيلان الثقفي وكان معه ثمان نسوة قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أمسك أربعة وفارق سائرهن. ومن ذلك أن الله جل وعلا أجاز له أن يتزوج بمن وهبت نفسها، كما قال الله عز وجل: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين، خالصة لك من دون المؤمنين. فهذه سنة لكنها خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، لا يشرع لنا الاقتداء به فيها. والنوع الثاني مما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أفعاله الجبلية والعادية، التي كان يفعلها على جهة الجبلة والعادة، إما لأن الناس يفعلونها أو لأن هذا الشأن في العباد أنهم يفعلونها. مثال ذلك كونه صلى الله عليه وسلم يركب الجمل، هذا ليس على طريقة العبودية لله عز وجل، وإنما ركب الجمل لأنه وسيلة التنقل في زمانه ولأن الناس يركبونه. فلا يقول النقائل: نقتدي به صلى الله عليه وسلم في أسفارنا فلا نسافر إلا بالجمل، فيقال له: أخطأت في هذا، وليست السنة هكذا، فإن هذا ليس من الأفعال العبادية. وهكذا كون النبي صلى الله عليه وسلم يحب نوعا من الطعام، أو كونه صلى الله عليه وسلم لبس نوعا من اللباس، أو كونه صلى الله عليه وسلم وقف موقفا
أو صعد جبلا لحاجة في ذلك الجبل لا يعني مشروعية الاقتداء به صلى الله عليه وسلم في ذلك الفعل. ومن جاءنا وقال أريد أن أكون مثله أو أفعل هذا الفعل لأنني أحبه، قيل له أخطأت في هذا، لأنك وإن وافقت النبي صلى الله عليه وسلم في الصورة الظاهرة إلا أنك تخالفه في الأمر الباطن والنية القلبية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم فعله على جهة العادة وأنت تفعله على جهة القربة والعبادة، والموافقة في الأمر الباطن أهم من الموافقة في الصورة الظاهرة. والنوع الثالث من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم أفعاله التي تقع بيانا لحكم شرعي، كوقوفه صلى الله عليه وسلم في عرفة، أو وقوفه في خطبة الجمعة، أو في صلاته صلى الله عليه وسلم، فهذه الأفعال وقعت بيانا لدليل شرعي فتأخذ حكم ذلك الدليل. والنوع الرابع أفعال النبي صلى الله عليه وسلم التي فعلها على جهة القربة والعبادة، ومن أمثلة ذلك كونه صلى الله عليه وسلم يصوم أياما ويفطر أياما، وكونه صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل، فهذه الأفعال تحمل على الاستحباب والندب لأن الله عز وجل قد أمرنا بالاقتداء به. فإن قال قائل لما لا تجعلونها على الوجوب ونحن مأمورون بالاقتداء به صلى الله عليه وسلم والأمر يفيد الوجوب، قيل لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد شاهد أصحابه يتركون هذه الأفعال فلم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أنواع أفعال النبي صلى الله عليه وسلم تركه لما وجد مقتضيه وداعيه في عهد النبوة، فالأفعال التي وجد الداعي لها في عهد النبوة فلم يفعلها صلى الله عليه وسلم يدل ذلك على عدم مشروعية فعلها. ومن ذلك مثلا تخصيص بعض ليالي السنة بشيء من العبادات أو الصلوات أو الزكوات أو الاحتفالات والنبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله، فنقول السنة في هذا سنة تركية أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك هذه الأمور فلم يفعلها مع وجود الداعي والمقتضي لفعلها، فيدل ذلك على عدم مشروعيتها وعدم استحباب فعلها. والنوع الثالث من أنواع السنة بعد السنة الفعلية والسنة القولية السنة التقريرية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم إذا شاهد أحدا من أصحابه يفعل فعلا فلم ينكر عليه كان هذا الفعل غير ممنوع منه في الشرع، لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. وما أقره النبي صلى الله عليه وسلم على أنواع، منها ما أثنى على فاعله أو كان ذلك الفعل عبادة من العبادات فهذا يحمل على الاستحباب. ومن أمثلة ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر بلالا رضي الله عنه على سنة الوضوء، وكانت من أسباب سمع النبي صلى الله عليه وسلم لدف نعلي بلال رضي الله عنه أمامه في الجنة، فهذا يحمل على الاستحباب. ومن أمثلة ذلك أن خبيبا رضي الله عنه لما أراد أهل مكة قتله قام استأذنهم في أن يؤدي ركعتين سميت بعد ذلك سنة القتل، فبلغت النبي صلى الله عليه وسلم
فأقرها ولم ينكرها. والنوع الآخر من السنة التقريرية ما يكون من الأمور العادية غير العبادية التي لم يثني النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابها. ومن ذلك مثلا ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر بعض أصحابه على لبس الثوب الأحمر المنقط. ومن ذلك ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه لم ينكر على أصحابه عندما أكلوا لحم الضب على مائدته صلى الله عليه وسلم. فالمقصود أن السنة التقريرية منها ما يكون عبادة أو يثني النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه فيكون فعلا مستحبا. ومن ذلك مثلا ما ورد في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل زادهم جمعوا ما لديهم ثم اقتسموه فهم مني وأنا منهم. ومن ذلك مثلا من أمثلة النوع الآخر الذي أقره النبي صلى الله عليه وسلم بدون أن يكون فعل عبادة ولم يثني على أصحابه ما ورد في الحديث أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خرجوا مع أبي عبيدة رضي الله عنه ومسهم الجوع في طريقهم فوجدوا عنبرة كبيرة سمكة عظيمة فأكلوا منها فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه عنها فأجاز لهم الأكل منها ولم ينكر عليهم ذلك.